زي ما متعودين دايما بيكون معانا سؤال حلقة. سؤال حلقتنا النهاردة هو ايه اكتر عادة رمضانية مرتبطين بيها؟ انت ايه اكتر عادة رمضانية، او خلينا نقول اكتر ذكرى رمضانية انت مرتبط بيها؟ هي ذكرى، هي مش عادة قوي، هي ذكرى. انا اكتر حاجة بحس بيها ان رمضان جه، في اول يوم لما اكون مثلا مع رايحين العيله تفطر مع بعض، وابقى في الشارع النص ساعه اللي قبل الفطار وتبقى على رجلك كده مثلا بتتمشى رايح حته، نازل تجيب حاجه، ركنت عربيتك وبتتمشى لغايه البيت اللي انت رايحه، فبتشم ريحه اكل في كل عماره. صحيح. وكل دور بتطلعه على رجلك عارف الدور ده، يعني الشقه اللي فيه عامله اكل ايه. هنا في ملوخيه. صح. هنا في حاجه بتتشوي. لا، هنا في تقعد تلعب بقى، تقعد تحاول تعرف ايه الاكل اللي موجود في كل بيت. بيبقى طبعا ميت من جوع. فبيبقى ايه حاسه الشم في اعلى معدلاتها. فلا، رمضان بالنسبه لي النص ساعه اللي قبل الفطار، الشوارع فاضيه، صوت قران شغال، تواشيح النقشبندي، ابتهالات النقشبندي. تحديدا يعني قبل الفطار متعودين في العيله ما نسمعش اذاعه القران الكريم، نسمع اذاعه البرنامج العام. من ايام جدي برنامج العام، بعدين ريحه الفطار بقى دي فعلا، ونبتدي ناكل. هو ده رمضان بالنسبه لي، رمضان النص ساعه اللي قبل الفطار دي، كل الناس في بيوتها، كل الناس بتستعد. انا بتفق معاك بصراحه برضو، يعني انا يعني في جزء من اللي انت قلته نفس الفكره عندي برضو. النص ساعه قبل الفطار دي ليها طعم مختلف كده، وبعدين بحس ان رمضان عارف ليه جو مختلف، ريحه الجو نفسها بتبقى مختلفه. النص ساعه كمان تحديدا اللي بتبقى قبل الفجر واللي بتبقى قبل المغرب دي تبقى في حاجات كتير جدا، فوانيس رمضان بقى، الزينه. انا كمان في ذكرى بقى، يعني بابا الله يرحمه جلابيه البيضه بتاعت اللي نلبسها قبل الفجر دي وقبل المغرب، وننزل نصلي المغرب والفجر في الجامع. لا، في ذكريات كتير جدا في رمضان بصراحه. رمضان عظيم، شهر عظيم، وزي ما بنقول دايما كده انا وجمانه ان الخير مش بس ال 30 يوم بتاع رمضان. صحيح. في ناس محتاجه عشان صيامها خير، اكل نساعدهم شبه موائد الرحمن او توزيع الاكل، لكن الخير 365 يوم في السنه. نفس الناس اللي محتاجه مساعده 30 يوم محتاجه المساعده في ال 330 يوم الباقيين، او 335 يوم اللي باقيين من رمضان. ففاعل الخير يمتد خيره طول السنه وكمان في رمضان. صحيح. طبعا عظم الله اجركم، ان شاء الله يعني نخرج منه باذن الله كده، ربنا يغفر لنا ويعافي ويعفي عنا ويشيل بقى ان شاء الله ويزيح الغمه اللي العالم كله فيها. على اي حال، ده سؤال حلقتنا النهارده، ايه اكتر عاده رمضانيه او ذكرى رمضانيه انتم مرتبطين بيها او فاكرينها؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجاباتكم وهنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده ان شاء الله. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.